إلى ذلك، فقد تم تسجيل صبيحة اليوم أيضا عدة حوادث، من بينها حادثين وقعا في حدود الساعة 7 صباحا على مستوى طريق السيارة الرابط بين مقاطعة الدار البيضاء وكذا بومرداس، وتعود أسباب هذين الحادثين إلى سقوط بعض القطرات من الأمطار وعدم التحكم في المركبة أثناء الكبح. المزيد في ميكروفون وليد مهاجري وأحمد صفوان عيسي. انا يا شيشير فرينيت بدات تلعب السيد بدا يخدم هكذا وهرب كي شاف انا ضربت لاريير تاع الكروسه تاعو وهرب. منين داتني انا الكروسه زدت حشتو ومن بعد دارت بيا ولات لهي هذيك سلامات الحمد لله. نو غير هنايا تقوم فلات شويه عندي الجرح هنايا هذا مكان دير باق اللي سلكني الحيره في سيارتين وصدامهم في بعضهم. كاين فيه 3 ضحايا، الاولى كانت نقلت قبل وصول الاسعافات، واثنين ضحايا في حاله جد خطيره ونقلوا الى مستشفى زميرلي. وبعد الحادث هذا بحوالي 10 دقائق نظرا لتوقف السيارات تجنب الحادث، وقع خلفه بحوالي 100 متر حادث واحد اخر تسبب في انحراف سيارة، أضرار طفيفة للسيارة دون تسجيل أي أضرار بشرية.